أنشئ قطاع جنوب الليطانة سنة 2007، وهو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطانة، وبيتمركز فيها عدد من وحدات الجيش تحت قيادة عملانية وحدة مرتبطة بقيادة الجيش، وبتقود هالقيادة عمليات الدفاع ضد اعتداءات وتهديدات العدو الإسرائيلي، كما إن مولجة بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان اليونيفيل. منطقة جنوب الليطاني تعتبر من أكثر مناطق الأمن بلبنان حالياً بفضل التدابير اللي عم تتخذها وحدات قطاع جنوب الليطاني وبالتنسيق المستمر مع القأمول أو اليونيفيل. الخط الأزرق منه الحدود النهائية للبنان من جهة الجنوب، هو كناية عن خط اعتمدته الأمم المتحدة سنة 2000 للتأكد من انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان تطبيقاً للقرار 425، ويرسم هالخط على الخريطة باللون الأزرق، وبيمتد من النقورة لشبعة بطول 122 كيلومتر. الخط الأزرق هو خط موقت بانتظار الترسيم النهائي للحدود. الخط الأزرق لبنان بيتحفظ عليه ب 13 نقطة من النقورة للوزانة، بالإضافة إلى التحفظ على كامل مزارع شبعة المحتلة، والجيش اللبناني عم يتابع بشكل دائم معالجة التحفظات المذكورة بالتنسيق مع قوات يونيفيل، بالإضافة إلى سعينا لاستعادة جزء المحتل من بلدة الغجر قرب منبع نهر الوزانة.